واخيرا نجحت في بروجكت جديد صلى على النبي، والفيديو ده جامد جدا. دي تجربه شراء من امازون ومن نون زائد منتجات خارج الموقعين. هنتكلم على تجربه المنتجات نفسها، وطبعا المناديب، وطبعا خدمه العملاء، وهنتكلم في الموضوع بعد كده. لا اكيد مش هسيب الكادر ده، وهي اوعى تعمل سكيب عشان نتكلم على حاجات مهمه جدا في اخر الفيديو. نتكلم على جوائز ممتازه جدا ان شاء الله. ويخلينا نصلى على النبي ونبدا بحلقة المنتج معانا. هو كيبورد جيمنج درجة أولى ممتاز جدا في الفئة السعرية بتاعته. مش هتلاقي أحسن منتج ده في الفئة السعرية. هو الأولى 5028 RGB جامد جدا، معاه طبعا سوفت وير خاص بيه. طبعا عندنا جهاز من نوكيا، هو من فئة الاقتصادية، هو النوكيا C1. تابلت ممتاز 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 جدا. مش هتلاقي تابلت في الفئة دي بالسعر ده، 10 بوصة إمكانيات فعلا ممتازة جدا. وأكد في السعر ده، وطبعا شركات كتيرة عمرك ما هتلاقي في السعر اللي هنتكلم. طبعا المنتجات دي كلها هنتكلم عليها باستفاضة، أنا فاتحة صندوق ومحتاجة البوكس. طبعا هنعمل مراجعة كل منتج بالتفاصيل إن شاء الله. فلو ليك أسئلة تقولي في الكومنتات إن شاء الله نرد عليك باستفاضة. طبعا أوتو جي تايب سي، أنا عارف الحاجات دي ممكن تكون مش فارقة معاكم قد كده. طبعا الفرق ممكن يفرق معاك هو الرينج لايت، واللي ما أنصحش بيه تمام أنت تبدأ عليه على يوتيوب، ممكن تيك توك وتختار معاك سؤال أكبر من ده، يعني ابدأ من أول 33 إن شاء الله. عندنا ماوس RGB 7 زراير ممتاز جدا، طبعا مع سوفت وير خاص بيه يعني ممتاز جدا. وعلى فكره الماوس والكيبورد تقدر تشغلهم على الموبايل، تقدر تشغلهم على التابلت. خلينا نبص بصه كده على التابلت بتاعنا. انا بقول هو فعلا تابلت ممتاز جدا. التابلت ال 10 بوصه او 10 واحد ممتاز جدا، ماتيريال فعلا محترمه جدا، هنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل مع فتح صندوق ومراجعه بالتفصيل. سبيكر ممكن يكون في ناس كتير عارفاها، سبيكر RGB معاه طبعا بلوتوث، حاجات كده ممتازه جدا. وطبعا في الفئه السعريه دي مش هتلاقي كلام ممتاز. ساعه قريبه من الابل واتش ممتازه جدا، الساعه اللي انا لابسها ساعه فعلا شغل فعلا فاخر جدا، هنتكلم عليها مراجعه بالتفصيل. زي طبعا فتح صندوق ترايبود التابلت اللي اتكلمنا عليه. طبعا عندنا بادا للماوس، دي البادا بتاعتنا، بادا فعلا كويسه جدا. فهنا عايز اعمل التابلت بتاعنا تاني عشان نتكلم على الحاجتين المهمين اللي احنا كنا هنتكلم عليهم في الاول. بعيدا بقى عن المنتجات دي، وبعيدا عن اي حاجه تخص المنتجات دي او مراجعه فتح صندوق، ان شاء الله هنعمل فيديو للست اب طبعا طبعا. ان شاء الله حاليا هيكون بيتصور في وقت تصوير الفيديو ده، الست اب جامد جدا. نتكلم عن كل حاجه موجوده في الست اب، مش بالكادر ده ولا الكادر ده، هنتكلم عن كادر تاني. الموضوع فعلا روقان. ان شاء الله اول ما نوصل 10,000 مشترك على اليوتيوب ففيها جوائز، وان شاء الله هتبقى احسن من الجوائز دي. فكل عايز يتصل على النبي، لايك وفولو وشير الفيديو عشان يجيلك سؤال. في كاسات في الكومنتات. نزول جديد والسلام.